الوغ عندي لك سؤال، هو كيفاش كتشوف ميركاتو الله جاء ما بين الاسماء التي تروج وما بين الواقع، ياك؟ وكيفاش كتشوف، كيفاش كتشوف يعني 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 المكتب، الموقف ديال المكتب المسيئ، هل بصح هو جدي في فيما دفع به بوعوده، خاصة وعوده التي قال فيها انه سينتدب اسماء وزينة، واش الى اي درجة كتبان لك انه ديك الوعود ممكن تحقق؟ تفضل خويا. تحية رجوية للجميع. فقضية الميركاتو دراجة، وي شنو نقول لك انا بكل صراحة، بحال اللي انا بعدا شوية مرتاح، فهمتي؟ ابون على المكتب اللي فات. ابون يعني يعني واش يمكن لك خويا المشيشي تقول لينا اشنو مع عناصر اللي ساهمات في هذا الارتياح ديالك؟ الارتياح ديالي انا ملي كتهضر مع احد الاشخاص المديرين، الرئيس وهذا، الناس فعلا باغيني، فهمتي؟ باغيني يخدموا، يعني باغيني يخدموا على ميركاتو بالخصوص، يعني هما من الاول هما جايين عارفين بلي خصاص ديال الفراجة، فهمتي؟ عارفين انه هناك كاين خصاص، باغيين يعني يجيبوا لي لاعبين، ما علي علم لان سمعت لان لاعبين الاجانب تقريبا كامل غادي يمشوا بحال هما فيهم ترقوبة، شنو سمعت؟ يعني ترقوبة راه في الدبار، يعني الناس باغيين يجيبوا لها شي لاعبين اجانب اخرين، وي يمكن يعوضوا هاد اللاعبين الاجانب، وي وكاينين لاعبين البطولة يمكن غادي يجيبوا شي جوج لعابة البطولة، وي جوج لعابة تقريبا، وي دايرين، وي يعني انا يعني ارتياح على المكتب اللي فات، المكتب اللي فات اش كان كيدير؟ وي المكتب اللي فات ما كانش كيعطيك ولو حتى شي اشاره لانه غادي يديروا ميركاب. ولكن بلات واحد لا، ولكن تا هما كانوا كيواعدوا تيقولوا احنا خدامين على بعض الاسماء، احنا خدامين، كان كيطلقوا لنا ديك الهضره ديال النفاتي، ولا احنا مع هذا، ولا احنا في اتصالات مع شي لاعب من هنا ومن هنا، كانوا كيقولوا، ولكن الواقع والتطبيق اللي ما كانش. ولكن الفرق، انا عمرك فرق الاخرين عاوتاني كان كيقولوا كاين الهضره، فهمتي؟ ولكن انت في التخيل ديالك علاش نعيشوا في الوهم عمري ما تزيات. وي سميتو عمري ما تزيات، انت عايش في الوهم. وي يعني حسينا بهم، عارفين انه ما كاين والو، علاش كان هذوك الغوتو كان هذا هادو اجتماعات بحال دابا الاجتماع ديال الامس الاخر ما عرفتش شنو دار فيه بصراحه. واش الامس امس ولا اليوم في الصباح؟ واش البارح ولا اليوم في الصباح؟ انا سمعت اليوم البارح. باه داكور. حيت حتى المدرب المدرب كان سولو قالوا لي علاش ما مشيتيش مع، شوف السؤال بعدا كبير، علاش ما مشيتيش مع المساعدين ديالو في البرشيطه؟ مسك واحد السؤال بحال هكا، قال لهم ودي انايا باغي نبقى انا في المغرب باش ندير اجتماعات مع المكتب فما يخص، فهمتي؟ فما يخص كبير في ديال الميركاتو. وي فهمتي؟ وي يعني الناس باغيين يديروا واحد الميركاتو كيكون يعني على حسب الخصائص، حنا شوف حنا ما طالبينش شي حاجه كبيره. يا سير واش حنا غادي نجيبو لعابة مليار ولا ديال 800 مليون؟ حنا بغينا غير اللعابة ديال 300 350 400 كاع وماكسيموم، جوج لعابة ثلاثة يكونوا واقفين مزيان والاخرين راه كيكونوا شوية يعني واحد مليار و200 ديال ديك ميركاتو. حنا ما طالبينش شي حاجة اللي تعزيزية وشي حاجة اللي ما نقدروش عليها، علاش؟ لا حنا كاع نديرو، حنا نقولو حنا غنبقاو نطالبو بشي حوايج اللي كبار علينا ونصدقو في نفس المشاكل اللي كانت عندنا، ما بلاش، حنا بغينا مراكز الخصاص، خصاص راه معروف اللي كاين، عندنا خصاص، ماشي خصاص عندنا، شنو نقول لك؟ حنا نقولو عندنا واحد واحد الجهة بالشليلة، دابا بطبيعة الحال عندنا وي عندنا الأجنحة مشلة، عندنا الأجنحة مكسورة. أجنحة مكسورة، كان واحد المسلسل، واحد الفيلم قديم مصري سميتو الأجنحة المكسورة، وكانت قصة يمكن ديال نجيب محفوظ، تا هي اسمها الأجنحة المكسورة. الأجنحة المكسورة هذا واقع، عندنا أي واحد، أي واحد، شوف أي واحد تسول على الرجاء يقول لك الرجاء خصها لاطاك، خصها شي حاجة أخرى، خصها لاطاك، لاطاك كلها، لاطاك أخويا، لي دوا لي كوش لافا سونتر، ثلاثة خاصين، لافا سونتر.
عندنا باش يجيبوا لك كوياطي، وانت تبقى تسول على كوياطي وي نديرو سميتو. ما شوف دابا ماشي المحمديه، حتى بزاف الناس احتفلوا بديك البيت ديال المحمديه وي فهمتي. راه انا كيجيني بحال واحد داخل على داك اللاعب يكونو اللي كان كيجابو بودريقه في هذا الوقت. هو قلت لك صاب 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 هو داك القصي، هو القصي هو عقلت عليه. هذاك القصي هو وي انا تقريبا بحال جبل صوص اخر ما عطاوناش، عطاونا والو اخي ميركاتو خاوي. دابا واحد القضيه اخويا شوف ماشي شي، انا عندي واحد القضيه، عندي واحد التساؤل. دابا حنا المكتب الحالي باقي كنتسناو ما كاين والو، شي حاجه رسميه باقي ما كاينش داكو، عندنا امال انه غتكون شي حاجه داكو، ولكن واحد القضيه عندي واحد التساؤل، باش حتى حنا كجماهير كيمكننا نتيقوا شي شويه ونقولوا واقيلا هاد الناس مختلفين على اللي فاتوا، يمكننا نتيقوا فيهم شويه ونتسناو ياك. علاش مثلا الجماهير المكتب الموسيقي الحالي ما كيدير حتى شي رد فعل ملي كيسمع بانه هناك اسماء تطلق اشاعات حول التفاوض معها، بحال هذا ديال اثيوبيا، بحال داك لاخو ديال الكونغو اللي كيف ما عرفتش فين كيلعب، بحال هادو هاد السميات اللي هما باينين بانهم لعاب على قد الحال. انت علاش المكتب، لان هذا الشيء كان كيوقع حتى في العهد ديال الزيات وحتى في العهد ديال الاندلسي، كيخرجوا سميات مدقدقين بحال الكره الدرجه كتفاوض معاهم، ولكن المكتب ما كيكذبش، ما كيخرجش يكذب الاخبار، وسميتو من خلال ذلك من الجمهور اش كيفهم، ملي ما كيكذبش المكتب معناه هذا انهم راه كيلوحوا ديك الاشاعات بالعاني كيلوحوها باش يثبتوا الجمهور، باش الجمهور يعني يجسوا النبض واش الجمهور غادي يقبل هاد لي بروفيل او لا. فاما كيجيبوا لك هذوك اللي كتطلق عليهم الاشاعه، يا اما كيجيبوك شي واحد في المستوى ديالهم. فهمت كيفاش؟ اذا المكتب الحالي نورمالمون ملي كتخرج بحال هذا خصو يخرج يقول لك شوف لا انا هذول كيعطوني اشارات، انا بالنسبه لي هذول المكتب كيعطيني اشارات انه بصح راه باغي يدير مكان قوي. اش كيقول؟ كيخرج بحال السميات وكيخرج هو واحد البلاغ او الناطق الرسمي مع شي منبر ماشي شغلنا، يديروها مع الرجاء ويلوحوا في الموقع يقول لي يشاع انه بعض الرجاء انه بعض مع بعض اللاعبين من اثيوبيا وكذا وهذه، يقول لي لا هذا خبر غير صحيح وهذه مجرد اشاعه، وحنا لا يمكن ان نتعاقد مع لاعبين من سميتو فهمتني لاعبين الا اللاعب الذي يقدم الاضافه من مستوى لا يمكن ان نقع في اخطاء الماضي او ما فهمتي. كيعطي واحد الاشاره انت كتبقى ساكت، معنى هذا راك باغي تدوز داكشي اللي كانوا كيدوزوا الاولين. سوي ديزولي تفضل خويا. لا انا فهمتك، لا انا اشوف تكبيره تصبح الرئيس في هذه القضيه جي. انا عارف انت عندك مع الرئيس وكتهضر مع الرئيس وهذه داكشي علاش انا عيطت لك، عيطت لك باش نتناقشوا مع واحد اللي هو عنده معلومات كتوصل لعنده. دونك تفضل خويا. فوالا هذا كتبقى الرئيس في هذه الازمه كامله كدور وي هو واحد الناس عنده الحق فيها، واحد النص صغر ما فهمتي. انا نقول لك تيقول لك دابا انا كرئيس النادي ياك، دابا انا واقف سنتين معزالون فهمتيني، مدرب تاعك مراكز الخصاص، انا اش غندير انا كرئيس معايا بطبيعه الحال باقي المكتب الموسيقي وهذا هو مما قال كيعينوا شي واحد مساعد يقول قوة الرجاء كما كيقولوا فهمتي. دابا واش كيقول لك؟ يقول لك انا من ريحت مع المدرب كيشوفوا البروفيل ديال اللعابه فهمتي، داخل المغرب راه معروفين زعما فهمتي، كاملين عارفين المنتخب ديال المنتخب حتى يخرج لك واحد السميه وي عمر الجراري ديال لي فار كيلعب غير يكونش وي وي فهمتي وي. هذاك هذاك ديال البطوله نقدر نقولوا معروفين، الزرغوني عندي كنت الدرجه الاولى هذاك بطل براجاوي كيقولوا لنا ما فهمتي خصنا اجنحه هذا بغينا ولا كذا و فيما يخص الاجانب قال لك انا اللي عليا هو المدرب اللي كيعطيني واحد الاسماء، قال لي هاد الاسماء كاملين اللي كيظهروا راه ما كاين منهم ولا واحد فهمتي، هادشي اللي بغينا تبنى. ولكن باش انا نخرج اسمع قال لك انا كل مره نبقى يجي شي اخبار ونبقى انا نكتب، انا عندي كذيك الصفحه، عندي واحد الصفحه رسميه في الفيسبوك ما كبرتش يدير فيها اللايف غادي يدير اللي غادي يكون الطلب ديال جمهور الرجاء في المواقع تندير اللايف فهمتي، تندير اللايف ملي كيدير اللايف هذيك الساعات كيبقى يجاوب كل واحد، كيجاوب الرجاويين داكشي اللي بغاو هما فهمتي سيدي. شوف مثلا هذا وبقى يجاوب
الى هي شي لا هذا هو الدور ديالو شي لا هي الى هي من هذه العمليه ياك يعطينا الاخبار يعطينا الاخبار يقين وحنا سيدي نقولوها للناس الى واعيه من ديالنا بالواجب عليك شوف القضيه ديال لا ماشي حيت شوف هذا المكاتب اللي فات كان كيقولوا هذه الهضره هذه كنقولوا ودي انايا حنا ماشي نبقاو قابل عباد الله اللي خذ شي خبر على الله جل نبقاو حنا نجاوبوا فيه ما عندنا ما يدار اسيدي حنا ما عندنا ما يدار حنا انا ناسي كيوس ما عندي ما يدار ارى لي الخبر لان هذاك الخبر اللي كنكذبوا ما عرفتش شحال كنريب شحال كنريب من عدو من اعداء الراجا كنريبهم كنريب الصحافه اللي كتصدق لنا ماجر معروف فينا انت كنريب الصحافه اللي كتحارب الراجا كنريب الصفحات الرجويه اللي كتصدق من الراجا في اليوتيوب شحال واحد ديال القنوات في يوتيوب كل مره بكى على البومب والقنابل الراجا قريبه من هذا الراجا انت خبر عاجل هادو كنريبهم كنريبهم وكنريب كذلك الناس اللي كيتنافسوا معايا لان الناس كيتنافسوا معايا في البطوله ولا هذه راه كيستافدوا من دوك الاخبار وكيستافدوا من داك لانتوكس اللي كيتتق انا نقول لك دوك عطينا اخويا حنا الخبر اليقين وخلينا حنا ننقلوه للجماهير حفاظا على استقرار الراجا القضيه ديال الا اسمح لي لقطعتك هاد القضيه ديال الاسماء بالضبط جي راه دابا صار لي شنو قلت لك يا الله يرحم الوالدين حنا ما بغيناش نعاودوا الاخطاء ديال الماضي وانت كنتي كتجيب العف انا داك ياك وي اش كتوقع لينا خويا ناسيت عزيز وي انا نقول لك اش كتوقع لينا تاكل على اي حاجه جبار وي يبعدوا يبعدوا لا ما نمشيو للخبرين هذا بعدا في الدرجه الاولى هكا الرجاء تقريبا مغادات متقدمه وهذه وكذا وكذا وفعلا هذا الشيء اللي كان حنا ما كنكتبوش علاش ان تا داك الشلايضه كتعرف الشلايضه هو المانجر ديالو شقا كيقول لك اودي انايا راه توصلت مع الناس هضرت معاهم تفاهمنا زياد الطماطول ديالو راه تفاجئ في الاجابات صافي السيد راه غادي يزيد في الراجل فهمتي الناس بقاو كيتماطلو طلعوا سقى علينا ها هي ديال الحاج جبران وقلي بركاوي وخلي تبركاوي كان كيجي الراجا الناس كان كيتسناو يجي ويسيني في الراجا وهذا اش وقع الله اعلم عاد الحق دابا خويا ماشي شوف قلت لك بالحرف قلت لك حنا الاسماء اللي كتفوتوا معاها خاصها تكون بواحد السريه اصاحبي اقلي وحوا اجاكم بالكتمان تفضي معاه هذيك الساعه تعلم قول انا راه فضيت مع فلان شوف ماشي شي انا غنطرح لك واحد السؤال دابا المشكل منين جاي واش المشكل جاي من الاشاعه ديال الاسم والفضح كنفضحوا الاسماء اولا من التماطل حيت ما يمكنش يتلاقاو بجوج غير بالنية واش هادي ولا هادي لا ما كاينش بجوج لا بلاش لا هو بلاتي اذا كتقول بجوج راه مصيبتين لان شنو دابا حنا الاسم كيدور انه هو الراجل كتفاوض معاه وانت ضربه بنعسه عندها بزاف الاسباب يا اما جاوك تعليمات بما ما تخصص الفلوس يا اما انك انت طامع انك تخفض هذيك الصفقه لواحد الحد ادنى بغيتي تزيد تبقى تفاوض معاه بغيتي تطيح ليه السوق مزيان وانت عارف بانه راه عليه الطلب حيت شي واحد قديم شوف ما يجيش واحد يقول لي راه الاشاعه ديال اسم جبران هو اللي خلى الصفقه تضيع جامي دلافي علاش لان جبران قبل ما يجي لا ماجا كان الاسم ديالو كاين في السوق عطى دار اون تري بون كارير مع الحسنيه وبين واحد المستوى عالي سو كيفي السيد ملي مشى للخليج راه مشى لانه عنده مستوى باش يحترف راه كان احترف في الخليج وعاد رجع دونك هذيك الرجعه اللي رجع بسميتو كاينه وكان مطلوب ومعروف انه مطلوب وخا كاع ما تفضحش كان مطلوب اذا اشنو خاص كان خاص لوتر فولي دو لا فير هي حسم خرج التيكيت وحسم انت ما بغيتش تحسم شوف انت ما بغيتش تحسم وانا ناكد لك وانا متبع الرجاء من مده انه المكاتب المتعاقبه على الرجاء كتلعب على هذه النقطه ديال اشاعه الاسم راه ما كاينش الناس اللي كتخرج الاسم راه هما كيخرجوها وكيلعبوا علاش باش يبقاو الناس معلقين بداك الاسم معلقين وهما كيلعبوا على حنا كنتفاوضوا بصادات وهما النيه ديالتهم انهم يخرجوا شي ريال ما كايناش راه هذا الشيء هذا هو المرايره اللي عشنا مع هاد الحتالات اللي دازوا على قصه اللي كيبقى فيك الحال يحتاج براد شحال كان غادي يجي 200 مليون غنطالع و 200 مابغوش يطلقوها الله يهديك حتى غيطلقوا 200 مليون هما اش غادي ياكلوهم واش غير هاكا شوفوا في الغريب كي داير
ايوا بون راه راه كيشوفوا بيان سور كيشوفوا بحال دابا هذاك بلا ما نمشيو لعمود، حتى شحال نصفقه على سيك لا لا شوف.